وإلى آخر مستجدات جبهة لبنان تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلتنا جوانا ناصر الدين. أهلا بك جوانا، ما هي التطورات الميدانية في لبنان اليوم؟ مرحبا نرم. في الواقع كما ذكرت، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه البلدات في جنوب لبنان وبقاعه، في وقت شن قصفا عنيفا على صور ولفت المدينة بحزام ناري كبير بعد التحذيرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحا، وما أثار حالة هلع لدى المواطنين. وبالفعل غادر جزء كبير من المدنيين من صور بفعل هذه التهديدات التي تسببت بعد ذلك بأربع غارات مكثفة. ولكن إلى جانب صور هناك استهدافات كثيرة، غارات إسرائيلية على كفر رمان في النبطية، بالإضافة إلى الشهبية والحنية في صور، ومجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، بحيث استشهد خمس أشخاص كانوا موجودين بالقرب من هذه الغارات. وغارات أخرى استهدفت تبنين وجبشيت وحروف وعيت الشعب وأيضا زوطر الغربية. إلى ذلك استمر القصف المدفعي المكثف على قرى الجنوب اللبناني، فيما يشهد الجنوب وبالتحديد عند عقد الشعب والقوزح ورب 30 اشتباكات عنيفة جدا بين عناصر حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه القوات التي تحاول الدخول أو التي حاولت على مدى 3 أيام الدخول من محور عيت الشعب تصدى لها حزب الله، واليوم هناك اشتباكات على محور رب 30، وحزب الله منذ ساعات الصباح يستهدف هذه القوات بصليات صاروخية ويمنعها من التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية. الحزب أيضا وإلى جانب ذلك نفذ سلسلة عمليات اليوم، من ضمنها استهداف مستوطنات، واستهدف أيضا المرة الرابعة قاعدة جاليلوت في ضواحي تل أبيب. حتى هذه اللحظة نفذ حزب الله 15 عملية عسكرية، من ضمنها استهدافات لتجمعات لجنوب الاحتلال، كما استهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليات صاروخية، وأيضا تجمعات لقوات الاحتلال في عدة مواقع من المنارة إلى بلدة الطيبي وغيرها من المناطق. رانيا؟ نعم جوانا، هل من هناك أي جديد حول التحركات الدبلوماسية العالمية وأيضا اللبنانية للتوصل إلى تهدئة في لبنان؟ أولا غدا إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان، أو مؤتمر دعم لبنان الذي يعقد بدعوة من فرنسا، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توجه إلى باريس، مفروض أنه سيلتقي بعد قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبحث معه في مستجدات الحرب في لبنان وفي العدوان في لبنان. وهنا تذكير أن لفرنسا كان هناك مقترح أو مبادرة تقضي بتوقيف إطلاق النار بشكل مؤقت على مدى 21 يوما. هذه المبادرة ما زالت على الطاولة ولكنها غير متاحة للتطبيق طالما العدوان مستمر. ولكن اليوم في لبنان وقبل مبادرة ميقاتي وبعد زيارة هوكشتين وأمين عام جامعة الدول العربية، وزيرة الخارجية الألمانية في بيروت أجرت محادثات مع كل من رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. والفكرة الأساس التي تحدثت عنها أنها قالت أن الحل الدبلوماسي قابل للتطبيق بين الاحتلال ولبنان، ولكنها قالت أن على حزب الله أن يبتعد إلى ما وراء لبنان، قابل ابتعاد الاحتلال الإسرائيلي لما وراء الخط الأزرق. وبالتالي شددت على أن انتخاب رئيس سيكون أيضا خطوة مهمة نحو حل سياسي، وكانت رسالة واضحة بدعم لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية وتنديد بالاعتداءات على قوات اليونيفيل. نعم. وتحدثت عن أهمية تسليح الجيش اللبناني ودعمه بعد الحرب. رانيا، كل الشكر لجوانا ناصر الدين مراسلة رؤية من بيروت.